حسين يا مريم خطبة بعد ما امتحنهم بعد ما لم ير فيهم إلا الأقعس الأشوس لأن ليلة عاشوراء أصحاب الحسين أكثر من 1500 الإمام قال أنا أقتل غدا كلهم شردوا راحوا 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 أخذ المشخل بيدك هذا اللي أمير المؤمنين عليه السلام يقول يجي يوم لتغربلن غربلة إذا غربلوا كم واحد يبقى سالم فكر عزيزي شنو ده أقول لك هذا الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون وقت الغربلة خليك ثابت على ولاية أمير المؤمنين أخت المؤمنة كوني ثابتة على ولاية أمير المؤمنين وعلى دينك لا يجي يوم من الأيام لأجل شيء آخر أبيع ولاية أمير المؤمنين هذا الكارثة الإمام الحسين غربلهم ظلوا خلج النفر وليس له من ناصر غير نيف وسبعين ليفا ما هناك مزيد سطت وأنابيح الرماح كأنها أجام وهم تحت الأجام أسود هذول الأبطال الأشاوس واحد بيهم علي بن مظاهر الإمام الحسين قال بكرة الصبح أنا أنقتل ونساء تسبى ألا كلام الحسين ألا ومن كانت في رحله امرأة فليلحقها بنساء بني أسد علي بن مظاهر قال لما يا أبا عبد الله قال لأني مقتول مصبحا ونسائي تصبى وأخاف على نسائكم من السب خلي بنات رسول الله يسبوهن بس أخاف على نسوانكم علي بن مظاهر رجع اجل الخيمة عند خيمته الخاصة لأن مرتوية زوجته كانت تسمع صوت الحسين اجى علي بن مظاهر التفت للأسدية مرته ما كاتبين اسمها قال لها قومي وين قال قومي أطلقك وألحقك بنساء بني أسد قالت ولم ليش هي تامعة بتشوف القلب البطل مرة ولكن قلبها قلب الجبل هذا المؤمن كالجبل الراسخ قالت له ولم قال لأن الحسين أخبرنا بأنه سوف يقتل ونساؤه تسمى قالت إيه وبعد قال وهو يخاف عليكن من السب قالت فما صانع أنت قال قومي لألحقك ببني أسد فدوى إليك هاي المرة شالت راسها وضربت رأسها بعمود الخيمة اتطبرت كسرت راسها جرت الدماء قال لم تصنعين هكذا قالت يا علي صار عمر أنا عايش وياك مع بعض يا علي ما أنصفتني أيسرك أن تسبى بنات رسول الله وأنا آمن من السر ها؟ أنت ما أخذك الغيرة على بنات رسول الله أخذتك الغيرة على مرتك لا لا أنتم تواسون الرجال ونحن نواس النساء عفية يا المرأة رجع علي بن مظاهر وعيونه تدمع الحسين قال ليش تبكي قال سيدي أبا عبد الله أبت الأسدية إلا نصرتكم هذه المرأة أيضا تريد تنصركم ها